حبيبي اقسم بالله يا ابني حبيبي حبيبي. كل حدا انه صار له شيء جواتي رح اتذكره فيه، رح اتذكر مروان الطيب يلي بتعتمد عليه باي معلومه بدك اياها بالغنيه، رح اتذكر دينا بهضامتها يلي هي الشخص الوحيد يلي بضحك معه من دون مجامله، يعني بضحك من قلبي، رح اتذكرهم كلهم. تستاهل كل خير. طيب بدك تخدم مثلا الشخص يلي كنت متوقعه يصوت لي وصوت لفاطين هو دينا. انا عايزه اقول لك ان نتيجتي والله ما كانت هتاثر عليك في حاجه، يعني لو كنت قلت شويه الكلام ما تحكي خلاص يعني مش عايزه تبقى مني كده. يوسف شوفوها. يوسف لا بعرف خلاص ما في داعي لنحكي خلاص كلياتنا واحد رح ضل اكل مكانك واكل اكلك متوقع من اول لحظه بعد الايفال انه ايه انا نومينه ممكن غنيت منيح بس انه ما بعرف انه كنت ستريس كتير وتوتر كتير فتوقعت انه ايه انا نومينه بس اني اظهر بصراحة ما بعرف لانه الكل كأنه فاتن ورافائيل بيستاهلوا يرجعوا يعني ف ما بعرف دينا يا دينا كثير اتضايقت منك مايس لا حبيبتي ليش؟ كثير بالعكس ما تحكي انا ما بحب هالحكي شو رح تعمل هلا؟ شو رح تعمل؟ هلا خلص خلينا نحن مبسوطين ما هي بندم على اني ما استغليت وقت نقيت الغنية بالإيفال يمكن كان غلط لأنه كنت لسه أول وصلتنا يعني وأول كم يوم وشوي الواحد بيكون مضغوط ومتوتر من بعدك لمين 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 الزهر بينحني وبتشرق لمين لمين اسمعنا لا اسمعنا احلى لحظه بالنسبه لي لما اجتمعنا كلياتنا ولما فاتوا الاساتذه عنا وتعرفنا على بعض وكل واحد حكى اللي عنده وشو حس فيه اوقات واحد بيدوخ لما بيدوخ بيكون جائجة رنة صوته براسه هون أحلى صف عندي هو صف المدام ماري. المدام ماري شخص بيخليك تعيش حياة تانية وقت بتكون عم تتعلم معه. لما ما بتصلحوا صوتكم ما بتتقدموا. إن شاء الله إن شاء الله مروان رح يوصل للفينال وياخد اللقب. هو الإنسان على طول بيزعل لأنه بيخسر، لأنه بده يبعد، بده يخسر أشياء حلوة، عرفت؟ بس ما تفكر اي يعني ما تفكر باي شيء هلا ما تفكر باي شيء نومينيشن بكره تعصب عصب بكره خي نص ساعه وخلص انت انسان كثير طيب انسان كثير بنحب بسرعه وبتفوت على القلب وانسان صديق وصوتك حلو وكل هالصفات الحلوه الانسان ما بيوقف ابدا اذا عنده اياها ما حدا بيوقف ولا هو بيوقف ولا بيفكر حتى انه بيوقف اكيد فهيدي تجربه كانت حلوه هيك لازم تفكر انت ربحت ما خسرت انت ربحت ناس ربحت 25 حدا بحياتك مش 25 اكثر جمهور هن الناس اللي مهمين بالحياه مزبوط انت مهم بحياتنا ان شاء الله نكون احنا مهمين بحياتك ان شاء الله نضل على تواصل انت بتعقد وحنستقبل لك اكيد انتم مثل اخواتي حياه الله احنا اخواتك فعلا عن جد وكثير كثير 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 انبسطت اني تعرفت عليكم احنا اكثر وحياه الله وهالايام ما بنساها بحياتي أنا دائماً كنت أشوفك إنسان كتير طيب وأنت من أطيب من أطيب من أطيب الأشخاص اللي عرفتهم بحياتي عن جد وحياة الله أنت كتير حدا كتير لأنك أنت طيب تعرف بكون حدا هيك حبيته خلال هالفترة القصيرة بشكر كل شخص صوت لي وكل حدا ما صوت لي وإن شاء الله عن قريب رح أعمل شيء كتير حلو
أكيد أنا هلا رح بلش، ما رح وقف، رح أعمل شيء كتير حلو عن جد. بس بس هيستغرب قبل أي حاجة تعالى كده. كان عصير مصريات سامي. كان يوسف ليك يوسف. 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 الاسم ده يفضل موجود. ايه بس انا بدي اخذ هاي ذكرى قشطه تمام الاسم ده ميري. الاسم ده يفضل موجود خد السي دي تمام لحد ما الموسم يخلص الاسم ده يفضل موجود خد السي دي تبع خد السي دي خد السي دي بدل اسبانيا وعاوزك لما تطلع لما تبدا حياتك ما تنامش اي لاف يو اكيد تبدا انا كمان اي لاف يو والله وانا كمان وانت تستاهل كل شيء لازم نروح هلا ايش شعورك دلوقتي كثير كثير مبسوط مكيف يو سيت طب ايه عن اكل بقول لك باي رح اكل اكلك لا تخاف لازم نكون قوية اوكي لأنه كل جمعة رح يصير شخص